من أخبار المحافظات نروح للمياء حمدين مرة تانية عشان نعرف منها ملخص سريع كده عن أحوال الطقس لكل الناس بقى اللي بتستعد وتتأهب لنزولها للشغل. اتفضلي يا لمياء. شكرا لك يا أحمد. ودلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي كمان شبورة مائية صبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان مدن القناة ووسط سيناء. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في العلمين الجديدة 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.